السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول: توتر في البحر الأحمر وصنعاء تعلن احتفاظها بحق الرد. أعلنت صنعاء احتفاظها بحق الرد على تدمير الجيش الأمريكي طائرة مسيرة تابعة لقواتها. وعلق عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء والقيادي البارز في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي على خبر تدمير بارية أمريكية لطائرة مسيرة يمنية أطلقت من اليمن بالقول: الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيرة التي أعلنت أمريكا تدميرها. من جانبه قال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في قوات صنعاء العميد عبد الله بن عامر في منشور له على منصة إكس: هناك توتر غير عادي في البحر الأحمر، أحد أسبابه أو بالأصح على رأس أسبابه التحركات العسكرية الأجنبية الداعمة للكيان الإسرائيلي. وأضاف: التوتر المستمر في البحر الأحمر ليس مع الإسرائيلي فقط، بل ومع قوى تقف إلى جانبه وتدعمه وتحميه وتدافع عنه. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق تدمير مسيرة أطلقت من اليمن نحو المدمرة الأمريكية USS توماس هودنر في البحر الأحمر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.